السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات باك فاصل. Enfin, on a terminé chimie en solution. Bon, إذن هذه الفقرة الأخيرة هي بيل دانييل سيليل كاربونيك. إذن غادي نشوفوا في هذا بيل دانييل شنو هو وكيفاش كيخدم. إذن باش نقدروا نتصرفوا لأنه غالبا كيتعطى في ليكزام هاد بيل دانييل هذا. اذا بيل دانييل باختصار كيتكون ليا من واحد دو كومبورتيمون، يعني واحد جوج اناء. هاد الاناء فيه واحد الالكترود من الزنك، مثلا هنا في هاد الميتر خديت واحد الالكترود ديال الزنك والالكترود ديال الكويفر، سي بيان. بون هنا كنقولوا هنا كيكون سوليسيون، بويسك هنا كاين الالكترود ديال الزنك غيكونوا هنا ايونات ديال الزد ان دو بليس. نقدروا كاين نقولوا هنا مثلا سيلفات دو زانك، يعني هنا كاينين ايونات زد ان دو بليس، ومثلا اس او 4 دو موا، حنا اللي كيهمنا هو زد ان دو بليس. وهنا فاش كاين الكترود ديال سي اي يقدر يكون هنا ايونات ديال سي اي دو بليس و اس او 4 دو موا، حيت حنا عارفين انه الا كان ايون بوزيتيف ضروري يكون مع ايون نيجاتيف. اذا هنا خصنا نتعرفوا بعض المسائل في بيل دانييل كيفاش كيشتغل. اول حاجه غنعطيكم انا في هذا المثال الكوبل، يعني هنا في هذه الحاله ديال الزنك هو موان 0.76 وبالنسبه للكويفر 0.34. اذا الا مشينا حنا رتبناهم، هادي يكون في الفوق سي اي دو بليس سي اي، وفي التحت هادي يكون زد ان دو بليس زد ان. دونك الا درنا غولاسيون دو غاما، اذا كنلاحظوا ان سي اي دو بليس سي اي دو بليس كطراري لا ريديكسيون، يعني كيكتسب جوج الكترونات باش يولي سي اي. اذا هذا كطراري عمليه لا ريديكسيون، كيتختازل لا ريديكسيون. ثم بالنسبه للزنك كطراري لوكسيداسيون زد ان دو بليس بليس دو الكترون، اذا كطراري لوكسيداسيون. دونك اش كيوقع هنا بالنسبه ل يعني في هاد ملي كطرى هاد لا رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون، هنا اش كيوقع باختصار؟ هاد الزنك يعني هنا هاد الزنك اش كيطرى ليه؟ كيولي ايونات، كيتحول ايونات، يعني هاد الالكترود كيولي ايونات كيتكتسب زد ان دو بليس صحيح. اذا وكيكونوا شي الكترونات جوج الكترونات، هاد الالكترونات كيمشيو لهاد الجهه، كيمشيو وكينزلوا هنا، كينزلوا هنا. ملي كينزلوا هنايا سي اي دو بليس كيكتسب دو الكترون باش يولي سي اي. اذا في هذه الحاله مع الوقت اشنو هيطرى هنا بالنسبه للالكترود ديال الزنك؟ هيطرى ليه كوغوزيون، يعني هيتاكل، هيتاكل. لانه علاش؟ كل مره كيمشيو منه لي زاتوم ديال الزنك وكيوليو ايونات ديال الزنك. ولكن بالنسبه لهاد سي اي اشنو كيطرى؟ كيكتسب هاد الايونات اللي كاينين هنايا، كيكتسبوا لي زيلكترون، كيتحولوا لاتوم، كطرى ليه لا غالفانيزاسيون، سيتاتيغ انه هاد سي اي الالكترود اذا كان هو هذا كيتزاد واحد لاكوش اخرى ديال سي اي فوق منه، يعني كيولي شويه غليظ. علاش؟ حيت الايونات ديال سي اي دو بليس اللي كاينين في هاد السوليسيون تحولوا لشنو؟ تحولوا الى سي اي، تكونت واحد الغالفانيزاسيون هنايا، غالفيناسيون بمعنى اصح، اي انه تكونت هذه الطبقه ديال النحاس. اذا اشنو علاش؟ اذا داكشي علاش هذه التقنيه كنستعملوها في لاندستري. مثلا حنا كنعرفوا ان السيارات كيتصنعوا من الحديد، باش نغلفوهم خصنا نغلفوهم بواحد لاكوش باش ما يوليوش قابلين للصدى. اذا هذه التقنيه هي لا غالفيناسيون، سيتادير اننا كنغلفو. إذن هنا فهمنا بعض المسائل، ان هاد الالكترونات اللي كيمشيو من هاد الزنك كيطلعوا لهاد الجهه. اذا بويسك الالكترونات كيمشيو من هنا، يعني لو كورون كيمشي في لو سونس انفيرس، هاد الشيء راه شفناه، يعني كيتكون واحد الانرجي الكتريك. سيتادير الا درت هنا واحد البوله راه هادي تشعل، الا درت واحد لا لامب هادي تشعل كما كتشوفوا قدامكم هنا. اذا في هاد البلاصه هادي ديال الزنك اللي طرات فيها لوكسيداسيون، هاد البلاصه اللي طرات فيها لوكسيداسيون كنسميوها انود، والبلاصه اللي طرات فيها الريديكسيون كنسميوها كاتود. اذا باش ما تلفش لكم تقدر تقولوا انود مع اوكسيداسيون، تسميها مثلا انوكسي، كاين اللي كيعقل عليها هكا كيقول لك انوكسي، يعني فاش كاين لوكسيداسيون كاين لانود انوكسي. وهنا كاتريد، كاتريد حيت فين كاين الكاتود كاين الريديكسيون،
كاتريد مثلا، هذه هي الطريقه عطا الله الطرق، حيت شحال من واحد كيتلف ليه الكاثود مع الريدكسيون مع كيمشي حتى تما وكيدوخو ليه المسائل وكيضيع شحال من حاجه هنا. مزيان، اذا الا بغينا حنا هاد البيل نحسبوا ليه لا فورس، لا فورس الكتروموتريس ديالو شنو هي؟ هي او سي او ديال الكاثود موان او ديال الانود، يعني او ديال الكاثود فين هو الكاثود هنا هو سي اي 0.34 موان موان او ديال الانود اللي هو 0.76. اذا عمليه حساب بسيطه، راه بلس موان مع موان هي بلس، صافي 6 4 10. إذن 1.1 فولت. في هذه الحالة كنقولوا هاد البيل داريير كينتج ليا مثلا 1.1 فولت، هي لا فورس الكتروموتريس ديالو. مزيان، إذن هادشي كلشي دابا فهمناه، ولكن المشكلة كاينة واحد الحاجة رسمتها بالأحمر تما، كاين واحد لو بون سالان، لو بون سالان قنطرة ملحية، لو بون سالان كتكون فيها كاس سي إل. إذن هاد لو بون سالان اشنا هو الدور ديالو؟ اذا خصني نفهم لاش صار، لاش مديور. اذا غنمشيو نشرحو هنا اكثر باش تفهموا. نفترض هنا عندي واحد كومبارتيمون اللي هو هذا، وفيه واحد الالكترود اللي ديال الزنك صايي، وهنا كومبارتيمون اللي فيه الالكترود ديال السي اي. حنا عارفين ان بالنسبه ل E ديال Zn، Zn دو بليس Zn انفيريور على E ديال سي اي دو بليس سي اي. دونك هنا اشنو غيكون؟ غيكون هنا شارجي، يعني هنا الكترود نيجاتيف، وهنايا غادي يكون بوزيتيف بويسك هذا انفيريور لهذا صايي. دابا لو بروبليم اشنو كيوقع؟ دابا هاد Zn كيتحول ليا Zn دو بليس صايي، Zn دو بليس، Zn دو بليس، Zn، بزاف ديال Zn دو بليس. بينما يعني اش كيوقع هنا؟ هنا باختصار كتزاد الكونسونطراسيون ديال Zn دو بليس. حنا في الاول عارفين ان لي زيلكترون اللي تحروا من Zn دو بليس كيمشيو هنا او موان كيمشيو لهاد الجهه، ولكن اش كيوقع دابا؟ المشكل اللي كيوقع انهم ملي كيتزادوا لو كونسونطراسيون ديال زد ان دو بليس كيتزادوا بزاف، كيولي شارج هاد كومبارتيمون شارجي بوزيتيفمون. نفس الشيء هنا سي اي دو بليس كيتحول، شنو كيتحول؟ سي اي كيبقاو ليا الايونات ديال اس او 4 دو موان، حيت سي اي دو بليس قلنا كاين مع اس او 4 دو موان، كيوليو كثار وكيولي هنا هاد كومبارتيمون شارجي نيجاتيفمون. دونك هنا كاين واحد البروبليم، هو ان هاد لي زيلكترون ملي ها واحد اللحظه، هاد اللحظه ملي غيتزاد الكونسونطراسيون ديال زد ان دو بليس، هاد لي زيلكترون ما باقيش غيمشيو لهاد الجهه، غيميلوا عاوتاني يبقاو هنا، حيت هنا شارجي بوزيتيفمون والالكترون كيمشي للبلاصه اللي موجبه. دونك اش كيجي هنا؟ الدور ديال لو بون سانا، القنطره الملحيه. دونك اش كيوقع؟ لو بون سانا كتكون فيها كا بليس سي ال موان، دونك سي ال موان كيمشي ملي كترتفع الكونسونطراسيون ديال زد ان دو بليس كيمشي لهاد الجهه باش ايكيليبري شويه لا شارج، يعني بحال الا قلتي كيولي عندي كلوغور دو زانك، يعني سي ال موان كيمشي عند زد ان دو بليس باش يولي زد ان سي ال، وفي هاد الحاله ما كيبقاوش عندي لي زيون سي ان زد ان دو بليس بزاف، و كا بليس كيمشي لهاد الجهه باش ياكيميلي هاد اس او 4 دو موان. دونك لو بون سان اشنو هو الدور ديالو باختصار؟ كما كتشوفوا هو يعني كيضمن لينا لا كونتينويتي دو لا فورس الكتروموتريس. الا ما كانش عندي لو بوينت انا لي زيلكترون هيتحركوا في واحد الوقيته، غير توصل واحد اللحظه يحبسوا، ولكن ملي كتكون لو بوينت انا كنضمن الاستمراريه ديال الحركه ديال الالكترونات كوم فو فوي ايسي. بون هاد البير دانيال كنربزو ليه عاوتاني بواحد الكتابه اللي هي زد ان، زد ان دو بليس، وكنديرو دو تيري كوم سا، زد دو بليس سي اي دو بليس سي اي، بيان سور اكو اكو سوليد سوليد. هاد لي كريتيري اللي شفتوها كتفهموا انه هنا عندكم واحد البيل كيتكون من هاد لي دو الكترود صايب. دونك جيسبر كو فوز افي بيان كومبري. إنا أونفا تيغمين جو يعني سالينا هادشي مي أون سوليسيون بواحد المجهود كبير. إذا نتمنى أعزائي أنكم تكونوا استفدتوا مزيان، دمتم أوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.